السلام عليكم، أنا ملاك دحوي، تلميذة في الدور المتوسط، عمري 13 سنة، من الجزائر العاصمة. أنا أهوى الطبخ وأحبه، ولذلك جئتكم اليوم بوصفة لكعكة موسكوتشو، وأتمنى أن تنال إعجابكم. ولإعداد هذه الوصفة نحتاج إلى المقادير التالية: كأسين من الطحين، ملعقة صغيرة من الفانيليا، بيضة واحدة، كأس من السكر، كأس ربع كأس من الزيت، وكأس من الحليب، وكيس خميرة كيميائية. بسم الله، نقوم بتحضير الوصفة. بيضة واحدة، أقوم بخلطها جيدا. ثم أقوم بإضافة كأس السكر. نقوم بمزج السكر جيدا مع البيض حتى يذوب، ومن بعد ذلك نقوم بإضافة كأس الحليب. ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا. ونقوم بإضافة ربع كأس من الزيت. ونخلطها. نقوم بمزج المكونات جيدا مع بعضها. ومن بعد ذلك نقوم بإضافة الطحين تدريجيا، وهما كأسان من الطحين. وإضافة الخميرة الكيميائية لكي ينضج لنا كل ذلك الخليط، ونضع من فوقها الطحين. نقوم بخلطهم. والآن نقوم بإحضار القالب. ولا تنسوا أن تقوموا بطلي القالب بالزيت والطحين. ولسلامتكم لا تنسوا الطلب من أمهاتكم أن يقوموا بإشعال الفرن لكم. نقوم بإفراغ الخليط